اليوم هو كان يوم احتفالي، يعني هو تدشين دار الشباب العهد الجديد من طرف السيد الوالي، السيد عامل عمالة مقاطعة بالمسيك، المديرة الجهوية، رؤساء المصالح، المنتخبين وجميع يعني. ومن هذا المنبر كنقدموا الشكر الجزيل للسيد عامل عمالة مقاطعة بالمسيك على الالتفاتة الكريمة ديالو، على الاهتمام ديالو بقطاع الشباب وبالفئات الهشة. وهذا البناء ديال دار الشباب هو نتيجة الاهتمامات اللي كيوليها في هذا الاتجاه. دار الشباب هي من الجيل الجديد، فيها 3 ديال الطوابق تتكون من عدة أنشطة متنوعة، كاين الموسيقى، كاين التنشيط، كاين الترفيه، كاين الالعاب، كاين التكوين، وكاين يعني قاعه الدعم، كاين قاعه الاعلاميات، الالعاب الالكترونيه. اذا مجموعه من الانشطه اللي هي كي يعني عند غتلقى واحد الاقبال من طرف. بالنسبه لاهم المرافق اللي موجوده في دار الشباب، عندنا الاقسام للتكوين والدعم اللي بطبيعه الحال غتكون بشراكه مع قطاع التعليم، من اجل اننا نوفروا اساتذه اللي غيقدروا انهم يعطيو دروس للدعم والتقويه للتلاميذ ديال المنطقه. وبالنسبه للموسيقى فعندنا قاعه ديال يعني النظري، وكاين قاعه ديال التطبيقي، يعني كاين استاذ اللي هو عنده كفاءه في المجال، وغادي يعطي دروس نظريه بالنسبه للوليدات، وغيطبق معاهم داكشي اللي هو اللي هما كيقراو. كذلك بالنسبه عندنا كذلك فضاء للتكوين والتوجيه. هذا الفضاء هذا غادي يشمل الشباب اللي هما خاص يعني خاصنا نعطيهم واحد التكوين في مجالات متعدده، من اجل انه يعرف يختار شنو هو يعني الاهتمامات ديالو، شنو باغي، يعني باش يعرف شنو كاين في السوق وشنو محتاج هو، وبالتالي بحال التوجيه من اجل الاختيار الصحيح، من اجل الادماج ديال الشباب في سوق الشغل وفي المجتمع بشكل. كاين كذلك قاعات التحسيس والتوعيه، وهذه القاعه ديال التحسيس والتوعيه هي كذلك للفتيات، للنساء، للاطفال، للشباب، من اجل التوعيه في مجالات متعدده من بينها التنميه الذاتيه، المهارات الحياتيه، كيفاش الانسان يكون عنده قدرات باش يقدر هو يفهم نفسه ويفهم الاخر ويعرف يتواصل والى اخره. يعني هادو كلهم يعني المجالات متعدده، وكذلك القاعات كثيره، وغتعطي ان شاء الله واحد دفعه نوعيه في مجال التكوين، الترفيه، التنشيط التربوي، في مجال الالعاب للاطفال الى اخره. يعني هذه كلها يعني لي زاتولي اللي غادي يكونوا داخل فضاء الشباب ان شاء الله.